السعودية وإلى المؤتمر الصحفي الخاص في بطولة ديراب الدولية الثالثة لجمال الجواد العربي. طبعا هذه البطولة راح نوافيكم بتفاصيلها متابعينا بالحلقة القادمة ونفرجيكم كيف يتألق الجمال في هذا الميدان. طبعا هذه البطولة هي محلية في السعودية والمشاركات اللي موجودة فيها من مربط عذبة، من الخالدية، من ميلاد، من السيد وغيرها من المرابط اللي دايما تنافس على الجمال. أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، وكذلك بمتابعة من صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة. الحمد لله أقر تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بأمر سامي كريم، وذلك لاستقلالية المركز ماليا وإداريا. بالنسبة لبطولات الخيل ولله الحمد في عام 2017 بلغ عدد البطولات 9 بطولات، وفي عام 2018 بمشيئة الله سوف تكون عدد البطولات 12 بطولة، وهذا يعتبر رقم قياسي بالنسبة لجميع الدول التي تنظم سباقات الجمال للخيل العربية. البطولة أقيمت برعاية كريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. قررت إقامة بطولة مركز الملك عبد العزيز في 13 ديسمبر الموافق 25 ربيع الأول من العام 1439 هجرية. بطولة دولية فئة A، في المصنفة فئة A في الإيكاو. عدد الخيل المشاركة تقريبا 300 رأس خيل، جميعها أغلبها طبعا من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى من الدول الشقيقة ودول الخليج العربي. لابد أن الخيل المشاركة في هذه البطولة أن تكون تأهلت من الفئات الأقل اللي هي سي وبي ودي، تكون اجتازت الخيل هذه في بطولات الجمال حتى تتأهل لبطولة مركز الملك عبد العزيز التي هي فئة A. مؤتمر جميل، وجميل أن نرى مثل هالاحترافية، جميل أن نرى مثل هال يعني الترتيب والتنظيم في بطولة للخيل في يعني منبع الخيل الجزيرة العربية. يعني الناس بحاجة إلى إبداع، بحاجة إلى احترافية، بحاجة إلى بطولات يعني تبرز جانب اهتمام المملكة من القيادة إلى يعني المسؤولين إلى الشعب في الخيل العربية. الخيل يعني اللي يعرفونها الناس أنها طلعت من الجزيرة العربية راحت للدول الخارجية وفقدت الاهتمام، وهذا صحيح، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تستعيد مملكة يعني رونقها وجمال المنبع، جمال الخيل الموجودة فيها. احنا نشوف الحين مجموعة من الشعب السعودي يعني بدوا يملكون اسطبلات، بدوا يبرزون جمال الخيل، بدوا يهتمون في الخيل، يهتمون في نسب الخيل، يهتمون في يعني المشاركة في البطولات الخارجية، بدوا يأخذون مكان أكبر يعني من ما كنا نتعود عليه في السابق في البطولات الخارجية، سواء في أوروبا، في أمريكا، في غيرها. فسعيد جدا باللي شفته اليوم في المركز صراحة، يعني حتى في تنظيم المركز، حتى في إدارة المركز، يعني أتمنى أن أرى أفضل وأفضل وأفضل، والحمد لله يعني.